دايرين لاباس عليكم، اللهم جايين جيت لكم شحال هادي خبرت لي ظروف كان شويه ما تقدرش تحكم فيها، لحقت فيها المحتوى في بزاف ما درتش دي فيديو لي وما درتهم، راه كاينين في بوست المونتاج ان شاء الله نحاول هاد الايامات نعاود نبوست فيهم شي شويه ونطرق شي مواضيع اخرى جديده. المهم هاد الايامات هادي من بعد الويبدين اللي كنت فيه في مراكش جاوني اسئله بزاف كيسولوا الناس اللي كيخدموا لا فوتوغرافي فين يمكن يبيعوا الفوتو ديالهم، واش يمكن يبيعوا الفوتو ديالهم سوغ انترنيت. وي جيت نقول لكم وي تقدر تبيعهم، كتبيعهم بالدولار تدخل فلوس كثيره 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 بزاف. غنخلي لكم في صندوق الوصف المواقع اللي تقدر تبيع فيهم لي فوتو. وني انا في الفيديو غادي نقول لكم بعض الشروط اللي خاصكم ديروا واللي ما خاصكمش ديروا باش تربحوا فيهم. اولا شروط رفع الصوره، يعني شروط اللي خاصك باش تحط الصوره في السيت شنو يكون فيها. يجب ان تكون الصوره حاده عند التقريب بنسبه 100%. في حاله احتواء الصوره على اشخاص يجب عليهم توقيع وافقه على الاستخدام الرقمي. يجب ان يكون التعريض في الصوره خالي من الاخطاء، يعني الصور خاصه تكون لي ريغل ديال لا فوتوغرافي. يعني لا يمكن كتعرفوا هذا الشيء، اللي ما كيعرفش يسولني خلي الاسئله باش ندير فيديو اخر نكون نفرح فيه كل شيء. ثانيا نصح عامه، نصيحة عامه غادي ينفعكم باش تجني الاموال من المواقع ديال الصور. يمكن بيع اي صوره ياك في المواقع، ولكن تجنب الصور المتكرره، يعني الصور اللي ديجا كاينين ما تعاودش بحالهم او تحطهم، راه ما غاديش تربح منهم والو. يجب كذلك وضع الاسماء التلاتيليه او لي هاشتاغ. غنخليكم في صندوق الوصف واحد السيت غيعاونكم في لي هاشتاغ اللي غادي ديرو. واحد المعلومه خاصكم تعرفوها، راه باش تدخل فلوس كثيره وتبيع كثيره خاصك تدخل في لي سيت، تحط في الموقع ديالو بيع الصور تحط فيها اكثر من 100 صوره حتى من كاين 300 صوره، يعني باش تجني اموال كثيره، حيت ما كيتبعوش بواحد الثمن اللي طالع بزاف، يعني واحد موين شويه فهمتي، يعني خاص تحط صور بزاف يكونوا في كاليتي اللي غادي يتبعوا لك ديما، يعني باش تدخل واحد لو موين دارجون كل شهر. وكنتمنى التوفيق لكل شيء. قبل ما تمشي كليكي جي بارطاجي هاد الفيديو هادي الى عجبتك مع صحاب باش تعمل الفائده، وخليو لي الاسئله ديالكم اي حاجه بغيتو تعرفوها في لا فيديو في المونتاج في السينماتوغرافي اي حاجه رحبا بكم. كنتمنى ما نطولش عليكم ونخلي لكم السلام عليكم.